صباح الخير والفل والياسمين عن الناس الحلوة، كل سنة وانتم طيبين. انا نصور لكم ايه في وسط الخضرة الحلوة كده. بشكره وجوز اختي، بشكره جدا جدا جدا، وبعت لي كل حاجة، وبشكر الناس الحلوة اللي اتصلت بيا وسندتني وكل حاجة. وبرضه بقول لكم ان انتوا اوعوا تزعلوا زوجاتكم، الزوجات دي نعمة من ربنا، من غيرها هي ملكة البيت، من غيرها مش هتعرفوا تروحوا ولا تيجوا، هتحسوا ان انتوا تايهين. ماشي. واهم حاجة ان ايه، ما احنا بنجمع بامية، تيجي تجمعوا معانا. معلش. بامية، البامية يا روح. رون البم حبيت اصب عليكم في وقت جمع الباميه. الواحد بيجمع ايه باميه كده على الصبح، ربنا يبارك لكم ويوفقكم ان شاء الله. وانا ايه حبيت اشكر كل انسان وقف معايا، اهم حاجه تحبوا بعض، تحبوا بعض. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالنساء، استوصوا بالنساء خير. اوعى تتعصب عليها في البيت، انا ما بحبش الراجل اللي يتعصب على الست بتاعته في البيت ويزور. لا تلمى الحلو، شوف هترد عليك تقول لك ايه. هي ما تلاقيك حلو كده تمام معاها، عمرها ما هتزعلها، عمرها ما هتقول لك كلمه تزعلها، هتعمل لك وهتبقى عاوزه تشيلك من على وش الارض شيء. ندور مع بعض على الباميه، باميه خفيفه، وهذا الخضره الجرجير جميل، حاجه جميله جدا كده. رسول ألف رفقة من القوارير، واستوصوا بالنساء خير. هينزل عليهم ليه؟ هم فعلا ملوك البيت، هم الملوك بتوع البيت، ملكة البيت الست بتاعتك. هتزعلها لو حصل لها أي حاجة، أنت بتحس بالتعب بدل، هتبقى تايه تايه. أوعى تتوه، أنت عايز تتوه؟ ربنا يوفقكم. معلش الباب من خفيف. يلا اشوفكم على خير كلكم، انا حبيت اصب عليكم وانا ايه بجمع البامي. يلا سلام، صباح الفل.